السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة دنيا إندونيسيا. دخلت هذا الفيديو تريد أن تتعلم اللغة بسرعة وبسهولة، عندك عدة طرق لتعلم اللغة. الطريقة الأولى هي أن تبدأ تكتب وتحفظ، وهذا خصوصا للمبتدئين. الجديد في تعلم اللغة أن يبدأ في كتابة مفردات ويحفظ، هذا مهم. طريقة أخرى مبتدئ أو غير مبتدئ هي السماع مع التركيز، أن تجلس مع أناس يتحدثون نفس اللغة ثم تستمع وتركز، تكون منتبه وتسأل، وكما يقال مفتاح العلم السؤال، تسأل ما هذا، ما معنى هذا، كيف تقال هذه الكلمة، أعد لي هذه الكلمة. مهم جدا أن تبدأ في السؤال وأن تنتبه. ثم كذلك هذا المهم أن تسأل نفسك، لماذا أنا أتعلم اللغة؟ مهم جدا، لماذا أنا أتعلم هذه اللغة؟ البعض يحب تعلم اللغات، فتجده يأخذ من هنا كلمات ومن هنا كلمات ومن هنا كلمات، كما يقال ماذا، يحب موهبة أو يحب استطلاع أو يحب أن يعرف كيف يتحدث الناس. ولكن تريد أن تتعلم هذه اللغة من أجل أن تصبح ماهر، تريد من أجل عمل، تريد من أجل تجارة، تريد من أجل ماذا، دعوة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتقن اللغة، لا بد من أبجديات وأساسيات تمشي عليها. أنت ليس هاون، أنت تريد أن تكون محترف، فلا بد أن تمشي وأن تمضي على طرق حتى تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. منها أن تنظر كيف تعلم الناس، تسأل أناس تعلموا من قبل وأتقنوا اللغة، كيف تعلمت اللغة؟ فبعضهم سيقول تعلمت بماذا، بكثرة الكلام أو تزوجت. ومن المضحك أن أحدهم يقول ماذا، أنا أريد أن أتعلم اللغة، يعني هو يتحدث معي في واتساب. جميل جدا، جميل، اجتهد. قلت له لماذا تريد أن تتعلم اللغة؟ قال أريد أن أتزوج. الناس يعني يتزوج حتى يتعلم اللغة، ليس يتعلم اللغة حتى يتزوج يعني. فلا تحزن، أنت إذا أنت تريد الزواج ستتعلم اللغة. ونصيحة، إذا كنت تريد الزواج لأجل الزواج، لأجل ماذا، مقاصد الزواج العظيمة في الإسلام، ليس من أجل لغة أو ليس من أجل ماذا، يعني مصلحة إقامة أو مصلحة كذا. الزواج هدفه عظيم كما هو معروف. كذلك من الأسباب التي تعينك على تعلم اللغة أن تفكر بنفس اللغة. تريد أن تذهب إلى ماذا، لشراء شيء، فأنت تفكر ثم تفكر في الكلام، أو يعني ماذا، تجعل في نفسك أفكار، وكما يقال يعني ماذا، فكر في اللغة حتى يقال كأنك مجنون. هذه من الأشياء التي ماذا تعينك على تعلم اللغة. كذلك ابدأ بالأهم فالأهم، ابدأ بالأهم بمعنى في اللغة هنالك أشياء أنت تحتاجها يوميا، تحتاج كيف تتحدث مع يعني ماذا في السوق، كيف تتحدث مع السائق، كيف، هذه أشياء أنت تبدأ بالأهم فالأهم. لا تذهب وتبحث عن أشياء هي ليست في مجال اهتماماتك، تبحث في أشياء مفردات سياسية أو مفردات في ماذا اقتصادية وأنت بعيد عن الاقتصاد، أو لا، ابحث عن الأقرب والأهم فالأهم إليك. احذر من الإحباط، انتبه واحذر من الإحباط. كيف الإحباط؟ أن تسأل شخص، هذا الشخص له سنتين أو ثلاث، ها كيف تعلمت اللغة؟ أنا تعلمت بسرعة. ومن المضحك أن شخص هنا له 7 سنوات، فقلت له يعني كيف تعلمت اللغة؟ قال أنا من أول شهر تعلمت اللغة. من أول شهر، يعني صراحة يعني عقلية ما شاء الله. فانتبه، بعضهم من هؤلاء هو يبالغ، أنا تعلمت اللغة في شهر، أنا من أول 3 أشهر، يريد أن يريك أنه ذكي، أنا تعلمت اللغة 3 أشهر وأنا بلبل.
بينما تجده حتى الآن هو لا يتقنها. بالمناسبة أنا حتى الآن لا أتقنها ولا أستطيع أن أتحدث جيدا، لكن أن تحبط غيرك، أنا تعلمت في شهرين، بعضهم يقول يا الله لي سنة أنا ما أستطيع. فلا تحبط، لا تحبط، البعض يبالغ، ولا تقارن نفسك بغيرك، أنت أنت، وربما ستكون فيما بعد أفضل، لكن لا بد من الاستمرار، استمر، 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 وستجد أن السلحفاة تسبق الأرنب كما في القصة عندما حصل الآن، يعني ما يحتاج أن نذكرها الآن، لكن أنت استمرار، استمرار، استمرار ستصل. واعلم إذا كان بينك وبين اللغة مودة ومحبة، وبينك وبينها قرب ووصل، وصل، ها؟ اقترب من اللغة، اقترب، اقترب من اللغة، حسسها بالحنان، حسسها بالأمان، اجعل بينك وبين اللغة ماذا؟ يعني تواصل وتناغم ويعني أشياء متبادلة، ستجد أنك ماذا تفهمها؟ ستفهم اللغة، لكن إذا كنت بعيدا منها تعاطيها بالجفاء وبغير اهتمام ولا تلتفت إليها ولا تعتني بها ولا تعطيها الكلمات الجميلة، هي ستنفر منك، مثلها مثل غيرها من بنات جنسك. وفي الأخير أخي الكريم الذي تشاهد، إن كان هنالك طريقة أو أسلوب أو فائدة أو توفية، عفوا لما قلنا، فاكتب لنا في التعليقات حتى نستفيد ويستفيد غيرنا، لعل لك الأجر بذلك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.